بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مسألتنا النهاردة اسمها بي يو ام. بكل بساطة بيقول لك انا هديك رقم، الرقم ده هتطبعه اللي هو عدد اللاينز، ادي 1 2 3 4 5 6 7، 7 لاينز، اخر كل لاينز كلمة بي يو ام، تمام؟ والارقام اللي هتطبعها 1 2 3 وهتسيب الاربعه، 5 6 7 وتسيب الثمانيه، 9 10 11 وتسيب ال 12، 13 14 15 وتسيب ال 16، وهكذا. هاخد دي هناك اهي واشرح لك عليها انت ازاي هتقدر تحل المساله دي. حلو، هتحل المساله دي بكل سهوله لما تعرف حاجه واحده. ايه الارقام الناقصه؟ الاربعه، الايه؟ 8، ال 12، ال 16، ال 20، ال ايه؟ ال 24، ال 28. حلو، لو بصيت الارقام ديت هتلاقي دي الارقام اللي بتقبل الاسم على كام؟ على اربعه، لانها مضاعفات الاربعه. حلو، حلو قوي. اذا انا بطبع الارقام ما عدا الايه؟ الارقام اللي بتقبل الاسم على اربعه. حلو قوي، فيها مشكله؟ ما فيهاش مشكله. فانا هروح هنا الاول، هروح اخد اسم المساله كالعاده كنترول سي، واروح اقول له ايه؟ فايل نيو سورس اهو، واقول له هنا ايه؟ كنترول ايه؟ كنترول سي. جميل، في مشكله؟ ما فيش اي مشكله. هروح اخد ده كنترول سي واحطه هنا. اول حاجه هستقبل بس انت لاينز، سي ان لاينز، هل 4 انت اي ايكوال 0، اي اقل من او تساوي اللاينز، اي بلس بلس. حلو، وبعدين ولا قبل ايه؟ قلنا بنطبع ايه؟ بنطبع كل الارقام ما عدا الارقام اللي بتقبل اسم على اربعه. تمام، هنعمل هنا انت كاونتر ايكوال ايه؟ ايكوال 1. فانا هقول له هنا ايه؟ سي اوت، هطبع الكاونتر والكاونتر. تمام، هطبع الكاونتر وبعدين ايه؟ المفروض هطبع الكاونتر اللي هو الواحد، الكاونتر اللي هو الايه؟ الواحد. وبعد كده، وبعد كده المفروض اطبع الكاونتر بلس 1، صح ولا لا؟ صح ولا ايه؟ صح. فانا هنا هطبع الكاونتر بلس بلس، وبرده هنا الكاونتر بلس بلس، وبرده هنا الايه؟ الكاونتر بلس بلس. تمام، المفروض هنا الكاونتر بكام؟ بواحد. طبعا انت عارف ان البلس بلس اما تيجي قبل وبعد معناها ايه؟ المفروض تكون عارفها، يعني البلس بلس بتيجي بعد الفاريبل وقبل الفاريبل هنا. فانت ايه؟ عارف بتيجي بعد ايه اللي بيحصل؟ بتيجي بعد بتطبع الاول او بتنفذ الاول وبعدين تزود، يعني دي واحد، فهيطبع الواحد وبعدين يزود الكاونتر تبقى بكام؟ باثنين. هيطبع الاثنين هنا وبعدين يزود تبقى بثلاثه. هيطبع هنا وبعدين يزود تبقى بايه؟ باربعه. حلو، فيها مشكلة؟ ما فيهاش مشكلة. تعالى نرن كده بس الأول. لو قلنا له إيه؟ خلينا نكتب 7. نكتب 7. حلو. طبع لك 3 2 1 6 5 4 9 8 7. بص، طبع لك 1 2 3 4 5 6 7 8 9. تمام، ما فيش مشكلة. في عندنا حاجة مش تمام؟ نشوف كده الحاجة مش تمام اللي عندنا. ايه الحاجة اللي مش تمام عندنا؟ خلينا نبدأ هنا من أول 1، وهنا إيه؟ الأي أقل من أو تساوي اللاينز، وهنا الأي بلس بلس. نرن تاني كده، نقول له إيه؟ 7. برضه طبع لنا ده، ماشي. انت لاينز إيكوال 7، الأي 1 والأي أقل من أو تساوي اللاينز، وأي بلس بلس. الكاونتر
والكاونتر بلس بلس. تمام، ليه بقى؟ هقول لك ليه. خلينا المفروض ما بين كل واحده واحده سبيس، هو كده عمل بلس وكلام تاني، خلينا بس نعمل سبيس عشان الموضوع يظبط معانا. اهو اعمل سبيس ما بين كل واحده وواحده، رن تاني ونشوف. اهو نطبع سبعه، بص قال لك ايه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. تمام؟ بس لو انت ملاحظ هو طابع ايه؟ طابع الايه؟ ال 4 8 ال 12 ال 16 ال 20 اللي احنا مش عاوزينهم اصلا. صح ولا غلط؟ صح. تمام، حاجه هنا اقول له ايه؟ هقول له اف. والله لو الكاونتر بتاعي اللي هو الرقم اللي ماشي بيه مودولس، مودولس ايه بقى؟ ركز معايا، مودولس الاربعه ايكوال ايكوال زيرو. اذا لو الرقم ده اللي هو الكاونتر بعد ما بزود وكل حاجه، لو مودولس الاربعه ايكوال ايكوال زيرو معنى كده انه بيقول اسم الاربعه، هعمل ايه؟ هعمل كونتينيو. كون اهو تمام، ونرن كده ونشوف. بص هعمل سبعة، قال لك 1 2 3. ايه ده؟ نشوف كده في حاجة ايه مش تمام. نشوف ما هو هنا لما بدأ بالواحد طبع واحد اهو، لو انا سبعة طبع 1 2 3 مفيش مشكلة، دخل هنا كونتينيو كونتينيو كونتينيو. اصلا الكاونتر واقف لان الكونتينيو ديت انت عارف ان الكونتينيو بتنط من هنا لهنا، من اول القوس ده لاول القوس ده، لان معنى كونتينيو ما تنفذليش اي كود جاي بعد كده اللي هو ما نفذش ده، فبذلك الكاونتر هيفضل ثابت بواحد او قصدي باربعه، لان لما اعمل سبعه هو كده عمل الاي بي 1 والاي بي 2 والاي بي 3، الكاونتر واقف عند الاربعه، فالاربعه مودس الاربعه ايكوال ايكوال 0 اي كونتينيو، هيعمل كونتينيو مش هينفذ ده، هيلف تاني الكاونتر ما زاد باربعه، اربعه مودس الاربعه بزيرو كونتينيو وهكذا. اذا خلاص، لكن لازم بعد الكونتينيو اقول له كاونتر بلس بلس، خلاص بقى عدي لي الكاونتر بلس بلس، او الاول خلي الايه الكاونتر الاول عشان الكونتينيو تبقى بعديها، لان الكونتينيو مش هتخلي الكاونتر تشتغل. اهو نرن بقى كده سبعة، بص بقى 1 2 3 5 6 7 9 10 11 13 14 15. شفت الايه؟ شفت الحلاوه؟ حلو. هل في مشكله؟ ما فيش اي مشكله. تمام، فاضل ايه بقى؟ فاضل البي يو ام. تمام، طبعا لو انت برضو لاحظت معايا هنا تمام، هتلاقي ان الارقام اللي بتقبل قسمه على اربعه محطوط مكانها البي يو ام. إذا أنا ممكن أجي هنا أقول له سي أوت سبيس بي يو إم. نعمل كده بقى إيه؟ كونتينيو مالها؟ أه فينا سيمي كولون. تمام؟ والمفروض هنا نعمل إيه؟ إند لاين. تمام؟ أهو نرن سبعة، بلاش اند لاين، شيل اند لاين دي خالص، نخليها كده اهو سبعة، قال لك 1 2 3 بي يو ام، 7 7 5 6 7 بي يو ام، 9 10 11 بي يو ام. بس مازال في عندنا مشكله، في عندنا مشكله في ايه؟ ركز معايا نشوف المشكله ديت بسبب ايه. عندك الكاونتر مودلس الاربعة ايكوال ايكوال زيرو، حلو، طبعت سي اوت بي يو ام. بص عشان الكاونتر ديت تكون فاهمها بشكل افضل، خلينا اول حاجه نطبع سي اوت. تمام، الكاونتر اهو، نطبع السبيس، في مشكله؟ ما فيش مشكله، ونقول له هنا الكاونتر بلس بلس، انا هفصصها لك. تمام، وهطبع هنا تاني اهو الكاونتر والكاونتر بلس بلس بلس، وهنا برضو الكاونتر. تمام، ومفيش كاونتر بلس بلس، خلاص
هنا بقت واحد بقت اتنين، طبعت الاتنين بقت تلاتة، طبعت التلاتة خلاص. نخلي برضو هنا ايه كاونتر بلس بلس عشان تبقى الاربعة. حلو حلو، نرن ونعمل سبعة، بدأت ايه شايف ظبطت اهي. حلو، فاضل بقى ايه؟ فاضل انت هنا لما بقيت باربعة بخش هنا، تمام زودت الكاونتر بلس بلس وسي اوت بي يو ام، نعمل هنا اند لاين. تمام نرن سبعة اهو، شايف واحد اتنين تلاتة بي يو ام، خمسة ستة سبعة بي يو ام، تسعة عشرة حداشر بي يو ام. حلو، بعد كده في الاخر هيتفضل بس واحدة بي يو ام بتاعت ايه؟ بتاعت اخر واحدة اللي هو بي يو ام، واعمل اند لاين. حلو اهو سبعة، هتلاقي الموضوع اهو معاك تمام، مفيش اي مشكلة. نراجع تاني على الكود، اول حاجة عملت فور بتمشي من اول اي ايكوال 1 لغاية اللاين، سيبك من دي دلوقتي خالص اهي هقفلها. تمام خليها في دول، انا عندي كاونتر بواحد طبعته وطبعت سبيس، وبعدين كاونتر بلس بلس بقت الكاونتر باتنين طبعتها، وبعدين زودت الكاونتر بلس بلس بقت بتلاتة طبعتها، والكاونتر بلس بلس بقت باربعة. تمام بلف تاني بخش هنا، هل الكاونتر مدرس مدرس الاربعة ايكوال ايكوال زيرو؟ الاربعة مدرس الاربعة ايكوال ايكوال زيرو، ايوه لان الاربعة الاربعة فيها الايه؟ فيها الايه؟ الواحد، وباقي القسمة بزيرو، فزود الكاونتر بعد ما كانت باربعة بقت بخمسة، وبطبع البي يو ام بتاعتي وكونتينيو، مش بنفذ الكود ده لان انا في الاربعة، والاربعة ما بنفذش الكود ده، الاربعة بطبع البي يو ام، لان انا قلت لك لو انت لاحظت معايا هتلاقي ان مكان الاربعة ومكان الثمانية ومكان ال 12 ومكان ال 16 وكذلك ال 20 وهكذا، انا مش بطبع الارقام دي، بطبع مكانها البي يو ام. فعشان كده في حته المدرسه 4 اللي هي الارقام اللي بتقبل الاسم على 4 بزود بس الكاونتر عشان تروح الرقم اللي بعده، وبطبع البي يو ام بتاعتي وبعمل كونتينيو عشان ما ينفذليش الكود ده. خلاص الاربعه بقت 5، عملت كاونتر كاونتر بلس بلس بقت ايه؟ بقت 5. خلاص هل الخمسة مدرس الأربعة ايكوال ايكوال زيرو؟ لا ما يخشش هنا، يطبع خمسة وستة وسبعة ودي تخليها بثمانية. نروح هل الثمانية مدرس الأربعة ايكوال ايكوال زيرو؟ ايوه، بخش زود الكاونتر ثمانية بقت تسعة، بطبع البي يو ام واعمل كونتينيو وهكذا. تمام كنترول اي كنترول سي ونبدا نشوف سبميت اهو بي يو ام ونعمل سبميت رونج انسر في اول تيست كيس، رونج انسر في اول ايه تيست كيس. نشوف كده عندنا بي يو ام 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 بي يو ام، فين المشكله اللي عندنا؟ لو عملنا هنا ايه ران اهو سبعة، نشوف كده فينا كده اتنين سبيس اهي، شايفين في هنا اتنين سبيس مش سبيس واحده، وده غلط، في هنا اتنين سبيس يا جماعه، فخلي بالك في هنا اتنين سبيس بسبب ايه؟ الاتنين سبيس مكان ايه؟ بص سبعه هم ما بين تاتا والبي يو ام، لان انا هنا المفروض ما اطبعش سبيس. نرن كده سبعه كده تمام، وهنا برضو ما تطبعش ايه سبيس، لان هي ديت اللي بتفصل السبيس ببعضيها، فما فيش هنا سبيس وما فيش هنا سبيس. كنترول ايه كنترول سي ونروح نعمل سبميت مره ثانيه، كنترول في واعمل سبميت. ايه ده برضو رونج انسر، ايه الحكايه؟ تمام هو المفروض سبعه، المفروض سبعه بيمشي لغايه 27 مش لغايه 15، فده ايرور تاني، ده ايرور ايه؟ ايرور تاني، المفروض من 7 بمشي لغايه 27. ايه بقى المشكله في كده؟ المفروض بدخل ايه؟ بدخل 7، المفروض بطبع 7 لاينز، لاين 2 3 4
اذا فاضل لسه ايه؟ فاضل 3. عارفين ليه؟ دي مشكله. المشكله بسبب ايه؟ عشان احنا لما بنخش هنا في الاف ديت هو بيزود الاي بلس بلس تمام، وبيعتبرها عده مع ان انا ما طلعتش لاينز. ركز معايا، مش لما اخش الاف هنا بيعمل كونتينيو، والكونتينيو ديت ما بيخلينيش انفذ اللاين ده خالص، كده اكنه بيحذف لاين من عندي. فالمفروض هنا اقول له ايه؟ الاي ماينس ماينس، رجع لي الاي ماينس ماينس عشان انا هنا ما نفذتش اللاين اللي لازم اطبعه. بمعنى خالص اهو، انت طبعت ده تمام، وبعدين رحت طبع ده صح. دي كانت في لفه ودي في لفه ثانيه، كده انا عندك لفتين، ودي في لفه ودي في لفه ثانيه، كده عندك ايه؟ لفتين برضه، ودي في لفه ودي في لفه ثانيه، عندك لفتين بقوا كام؟ سته. بقوا كام دول؟ سته. وعندك هيلف اللفه ديت تبقى سبعه وتقف، وفي الاخر يطبع البي يو ام اللي هي الايه؟ اللي هي في الاخر صح؟ تمام. شوف انت عندك، قلت لك دي في لفه وديت في لفه، ليه؟ لان انت عندك في كل لفه لا اما هتنفذ الاف ويعمل كونتينيو وما ينفذش ده، لا اما مش هيخش جوه الاف وينفذ ايه؟ ده صح؟ فده غلط. لازم اعمل الاي ماينس ماينس، اقول له لو انت دخلت جوه الاف ديت انت حضرتك ما خليتنيش انفذ ايه؟ انفذ دول. فالاي بعد ما زودتها بلس بلس لا رجعها تاني ماينس ماينس. نرن ونعمل سبعه. شايف كده ماشي لغايه كام؟ 27. كنترول ايه؟ كنترول سي. ونعمل ايه؟ سبميت جميل. كنترول في ونعمل سبميت. اكسبتد 10 على 10، مفيش اي مشكله وكله تمام. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح. لو في اي حاجه مش واضحه او مش مفهومه تواصل معايا، احسب لك لينك الفيسبوك ولينك ده انت تحت في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.